وكأسا دهاقا. وساعة ما تسمع كلمة كأس في القرآن تعرف إن الكأس ده خمر. العرب ما تطلقش كأس مية، ده عند العرب غير معروف، ده اسمه كوب ماء، لكن كأس لازم يكون فيه خمر، وخمر الآخرة، وأنهار من خمر لذة للشاربين. الاسم فقط، لكن هي مختلفة عن خمر الدنيا. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول، لا تختل عقولهم وتطلعهم وتلغي عقولهم، ولا هم عنها ينزفون، ولا يتقيا ولا يرجع. لا 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 لا، ده لذة. انت عارف بيشرب خمر في الدنيا؟ مش انا قلت لكم قبل كده بيعمل ايه؟ بيتجرح، ويجي يوم القيامه يلقى الله جل وعلا ربنا يسقيه من عصارة اهل النار، زي ما شرب الخمر في الدنيا مخالفا لامر الله جل، ربنا يسقيه منة وصديد اهل النار. ربنا يعافينا واياكم. وكأسا دهاقا، دهاقا يعني مملوءه، مملوءه، ولما تشرب منها جسمك كله بيتلذذ باول رشفه منها. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا. يعني مجالس اهل الجنه بعيد عن اللغو، واللغو الكلام الذي لا فائدة فيه، وأغلب مجالس الناس الأول. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. مجالس الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا كلمة فيها لغو، ولا كذابا ولا كذب ولا إثم ولا كلمة فيها أي تدني. المجالس كلها إيه؟ مجالس كلها سعادة، نقاء، طهارة، كلام جميل طيب. طبتم؟ ما هو مش هيدخلوا الجنة إلا لما ربنا طيبهم الأول. طبتم فادخلوها خالدين. وده يعلمك إيه في الدنيا؟ يعلمك في الدنيا إن دايما إذا أنت فعلا قلبك معلق بالجنة ما تقعدش في مجالس فيها لغو. فالحاجات دي لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، تقوم أنت في الدنيا تعيش على الحاجات المعاني دي في الدنيا، ما تقعدش في مجالس فيها لغو وكلام باطل وكلام فاحش. وربنا وصف كده المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. هي دي. فتتعلم انك تجلس في المجالس اللي فيها أدب وفيها صيانة، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب. يعني شوف أهل النار بيعذبون بأشد العذاب، وهؤلاء حتى الكلمة اللي ممكن يتأذوا بها مش موجودة. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. أنا عايزك تشوف الآية دي، جزاء من ربك عطاء حسابا، وترجع لأهل النار ربنا بيقول عليهم إيه؟ جزاء وفاقا. اختلف التعبيران ولا لا؟ اختلف التعبيران. جزاء وفاقا، العقوبة دي مماثلة توافق الكفر والفجور والفسوق اللي كانوا عليه. أما الجنة لا، جزاء من ربك عطاء. عمل المؤمنين وعمل الأنبياء ما يأهلهمش لدخول الجنة. وهذا ليس كلامي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيح عند البخاري في الصحيح، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، عملي ما يبلغنيش الجنة إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل. بس عشان كده قال لنا ايه؟ ما قالوش جزاء وفاقا، لا، جزاء من ربك عطاء. دول كانوا مستحقين العطاء، اللي عاشوا في الدنيا على امر الله، عظموا حرمات الله. الناس كلها بعدوا عن الناس عشان امر رب العالمين. وفعلا المؤمن في الدنيا غريب، بس انا عايز اقول لك حاجه، انت في الدنيا غريب في وسط الحثاله، لكن في وسط الكون كله انت متوافق مع الكون جميع. الكون كله بيعبد الله جل وعلا. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فأنت مؤمن، أنت ماشي في نغمة مع الكون. والعاصي والفاجر والكافر والملحد هو ده الشاذ، مش أنت. حتى لو كانوا أكثرية في الأرض ما تبصش الأكثرية دي كلها. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. لأن ربنا ما وفقش الناس دي، ربنا وفقك أنت، وفقك للمسجد، وفقك للقرآن، اختارك، نعمة كبيرة. جزاء من ربك عطاء حسابا، عطاء حسابا. العرب تقول إيه؟ أعطاني فأحسبني، يعني أعطاني إيه؟ فكفاني. فحسابا ده يعني عطاء كافي. والمؤمن بقى، طب ليه ربنا عز وجل عذب دولت؟
ونعم دول مش مستحقين، اللي هو عاد اللي وعاند الله وكذب رب العالمين وكذب النبي صلوات الله وسلامه عليه وعاش في الدنيا، الدنيا القصيرة دي عاشها كلها في المعصية، خلاص هو بقى هو اختار، وحد قال له تروح الخمرة، خلاص هو استهان برب العالمين، ولما تستهين برب العالمين ما تلومش إلا نفسك. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا قوم الخاسرون. جزاء من ربك عطاء حسابا، يعني عطاء كبير واسع، يا سلام إيه العطاء ده، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ولما تسمع كلمة رب اللي هو بيربي العباد بالنعم، نعم يا عم ده انت عايش في الأرض دي بتاكل من خيره، خيره اللي نزل من السماء وخيره اللي طالع من الأرض، والأرض اللي ماشي عليها أرضه، والسماء اللي انت بتصلي تحتها سماءه، اللي رب العباد بالنعم تشكر رب العالمين، ده اللي هو اللي انت اعطاك الزوجة والولد وانت بتعصي ربنا وانت محافظ لك صحتك لحد دلوقتي وبيسترك وبيحلم عليك وما فضحكش زي ما فضح غيرك، رب السماوات والأرض، ومش رب الأرض بس، السماوات والأرض والمخلوقات دي كلها هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وما بينهما الرحمن، وقال هنا الرحمن عشان تعرف ان العقوبة اللي هي ألقاها بيهم هم اللي لم يأخذوا حظهم من رحمة رب العالمين، ده الرحمن، الرحمن ده يعني عظيم الرحمة. طب ازاي الناس دي ما دخلوش تحت رحمته؟ هم اللي قفلوا عليهم ما رحلوش له، لو من تقرب مني شبه انت قربت منه زراعا، ولذلك الندم يوم القيامة، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ده الدموع دم، الدموع يوم القيامة دم. وما تغني الندامة إن ندمت، فاصبروا أو لا تصبروا، يعني هذه النار التي كنتم بها تكذبون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. ليه كده؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ يوم القيامة الناس دي كلها واحد اسمع رب العالمين وهو بيقول لهم الكلام ده، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني انفصلوا عن المؤمنين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ويخاطب الخلائق كلها اللي كفرت واللي عبدت الصليب واللي عبدت الوثن، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. انتم ما عندوش عقل، مش عارفين ان انتوا جايين تاني عندي عند رب العالمين، مش عارف انت هتروح له، فاكر ان انت هتعمل الكلام ده وهتجري يمين وشمال وفي الاخر راح فين؟ هتروح له مش بخطرك، خطرك ده في الدنيا، لكن لما يجي معادك هتتسأله الى ربك يومئذ المساق. رحله قتلت سويت عملت سويت خلاص، روح هيحاسبك على بالحساب بمثاقيل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا يملكون منه خطابا، لا يملكون منه خطابا، ولا واحد يقدر يتكلم في حضرة رب العالمين.